وهذه الرسالة التي أحملها إليكم إنما أعرضها على عقولكم، لا إكراه عندي، أنا لا أحملكم عليها كرها. والواقع أن الأنبياء من بدء الرسالة، رسالات السماء، ما لجأوا إطلاقا إلى الإرهاب أو إلى السلاح كي يغرسوا الإيمان في القلوب، لأن الذي يلجأ إلى السلاح الفاشل في دليله، ما دام لا برهان عنده ولا عقل له ولا منطق معه، فالعصا هي التي تكون منطقة وهي التي يخاطب بها الآخرين. الأنبياء ليسوا كذلك. مهمة الأنبياء أن يعرضوا على العقول ما لديهم، وأول المرسلين الذين خاطبوا العقل وطلبوا من الناس الإيمان دون إكراه نوح عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا مثل ذلك. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ شيء آخر، أنا أخاطب العقول، أريد أن أطمئنكم إلى أني مع مخاطبتي لعقولكم لست طالب منفعة لذاتي، لا أقصد بهذه الرسالة لا ملكا ولا وجاهة ولا ثراء. يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، كل جهد أبذله في سبيل نشر الدعوة ونقلكم إلى الحق العظيم مقصود به وجه الله، لكنكم لستم كذلك، لا تعرفون لكم ربا ولا ترجون له وقارا ولا تطلبون عنده زخرا ولا مدخرا. المسلمون الذين تبعوني ليسوا رعاعا ولا أراذل، ولا بد من قبولهم واحترام إيمانهم، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يبدو أن نظام الطبقات قديم قدم الإنسانية، فمن عنده المال والوجاهة يرى نفسه صاحب امتياز على غيره مهما فقد من عقل ومهما نقصه من علم. لماذا يعتبر هؤلاء الناس سبة؟ ولماذا يرفض الكبراء أن يكونوا معهم في مجلس واحد يستمعون إلى مذكر يعرفهم بالله وقائد يقودهم إلى الحق؟ لكن هذا ما وقع في مسيرة الإنسانية على امتداد تاريخها الأول والوسيط والحديث، فإن أصحاب الوجاهات والرياسات يكرهون أن يجمعهم مجلس واحد. ولولا أن النظام الإسلامي دقيق يسوي بين الصفوف في الصلاة قدما لقدم وكتفا لكتف ويجعل الناس جميعا سواء، لكان لعباد الله الذين يذهبون بأنفسهم لكان لهم مسلك آخر